طيب 65 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ ماذا تستفيد من أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ هذا يفيدك في شيء في أدب السؤال. ماذا يفيدك هذا السؤال في أدب السؤال؟ ها، من يعرف؟ تستفيد منه فريديز أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون بنية العمل. نريد سؤال ينبني عليه عمل. أما سؤال مثلا قيل للشعبي ما اسم زوجة إبليس؟ شو اسم زوجة إبليس يعني شو بدك؟ فشو جاوب؟ الشعبي زعل من سؤالها، قال هذا عرس لم أحضره. يعني سؤال زي هيك بده جواب زي هيك. فنط واحد ثاني قال له ايها الشيخ ما اسم الذئب الذي اكل يوسف؟ قال سبحان الله الذئب لم ياكل يوسف. قالوا اذا ما اسم الذئب الذي لم ياكل يوسف؟ جمعتوش؟ سلفيين يعني بس يكون في درس لو في شوية يعني لو عذر مقبول يا جماعة نستمر. الله يجزيك الخير. وين رايح؟ ما تصلوا في المصلى اليوم. طيب لسه 10 دقائق للإقامة. الدرس ابدا من التبكير لل فهنا قالوا أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ إذن هذا سؤال بنية العمل. قال إيمان بالله عز وجل. الإيمان ماذا تستفيد هذا في قواعد الإيمان عند أهل السنة؟ ماذا تستفيد بهذا الحديث على قواعد أهل السنة في مبحث الإيمان؟ وين طلبة العلم اللي كنا ندرسه مباحث الإيمان والكفر؟ اكتب السؤال عمو. تفضل يا شاب انت تفضل تفضل. ايوه يعني قربت قربت. ايوه فريديس. نعم ان العمل من الايمان. فريديس اسم القريه بتاعتهم مش فاكره اسمه. انا بعرف شو اسمه او بنسى بجوز حكي عمرو في اسمه عمر عمرو في اللغه. قال إيمان بالله عز وجل. قيل ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. طب في أحاديث ذكرت بر الوالدين قبل الجهاد، هون ما ذكر، لما؟ أحسنت، هذا يختلف باختلاف حال السائل. ثم قال ثم ماذا؟ قال الحج المبرور. ما معنى الحج المبرور؟ مقبول. نعم الذي لم يخالطه إثم.